إن كانت هذه التظاهرات الشعبية تدل على عمق الهوة بين الشارع الأمريكي متعدد الأعراق وإدارته السياسية في عهد الرئيس دونالد ترامب، فإن الأحكام القضائية الصادرة تؤشر إلى أن الولايات المتحدة على أبواب أزمة سياسية قضائية. فقد أصدر القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل الأمريكية جيمس روبرت قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها، أوقف بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول إسلامية الأراضي الأمريكية. وأشار روبرت في قراره الشفهي إلى أن المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها اليوم تتطلب تدخلها لإحقاق دورها الدستوري. من الواضح أنه قرار تاريخي ومهم لسير القانون في ولاية واشنطن ولشعب بلدنا، ونحن أمة القوانين. توقعاتي أن تحترم الحكومة الفيدرالية هذا القرار. هذا القرار لن يعجب الكثيرين، وأنا أؤكد أن الرئيس لن يعجبه، لكن من واجبه ومن مسؤولياته كرئيس أن يحترم هذا القرار، وأنا أؤكد أنه سيفعل. البيت الأبيض رد في بيان على هذا القرار مؤكدا أنه سيعترض عليه، وأنه سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي يؤمن بأنه قانوني ومناسب. ولفت البيان إلى أن قرار الرئيس يهدف إلى حماية البلاد، وأنه مخول دستوريا حماية الشعب الأمريكي إلى جانب مسؤولياته. وعبر تويتر انتقد الرئيس الأمريكي قرار القاضي روبرت وغرد قائلا: إن رأي هذا المدعو قاضيا الذي ينزع عن بلادنا بالضرورة سلطة إنفاذ القانون رأي سخيف وسيجري إبطاله. وأضاف في تغريدة أخرى: عندما تصبح دولة غير قادرة على أن تقول من الذي يستطيع ومن الذي لا يستطيع دخولها والخروج منها، خصوصا لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، فهذه مشكلة كبيرة. فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيسمح للذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم القاضي في مدينة سياتل. لا يستطيع الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية بشكل عام تخطي هذا القرار القضائي أو تجاهله، لأن ذلك يشكل سابقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيع أي رئيس ولا تستطيع أي سلطة تنفيذية الوقوف بوجه القضاء، عليها المواجهة من ضمن الآليات القضائية. يعني على الرئيس ترامب الاستئناف أمام هذه المحكمة أو اللجوء إلى المحكمة العليا. الأمر لم يقتصر على الإدارات الأمريكية، إذ إن شركات طيران عدة أعلنت استئناف نقل المسافرين ممن كان محظورا عليهم التوجه إلى الولايات المتحدة بناء على القرار القضائي وعلى تعليمات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.